مرحبا برج الأسد، أهلا فيكم. بشكل عام قبل ما أدخل في تفاصيلها، الشخص القادم في طريقكم راح يكون شخص لا يستهان فيه، على مستوى من الوظيفة، على مستوى من الخبرة، عند مستوى حتى من القبول عند الجانب أو الجنس الآخر. فهذا شخص يعني ما بقول لك شايف حاله برج الأسد، وإنما يملك خيارات في الحياة، وأنت أيضا تملك خيارات في الحياة، ولكن لسبب من الأسباب رح يقع الاختيار عليك بإذن الله. أول شيء حروف اسمه، حرف الباء احتمال يكون في اسمه، وحرف الألف على أغلب الاحتمالات. البرج اللي يأتي منه طاقة أرضية قوية موجودة عند هذا الشخص، ممكن يكون برج الثور، برج الجدي، أو برج العقرب. أيضا شفتها في القراءة، الطاقة النارية أيضا موجودة، ولكن أحسها هي طاقتك. ممكن يكون أيضا جوزاء، لأن هذا الشخص يحب يتحداك، يحب أن أنت تخرج أفضل ما فيه، وهو أيضا راح يخرج أفضل ما فيك أوقات، أفضل ما فيك أوقات أسوأ ما فيك، لأن أثنينكم أصحاب آراء قوية وشخصيات قوية. هذا اللي قاعدة أشوفه. خلنا نشوف أول شيء وقت اللقاء. برج الأسد وقت اللقاء هني احتمال كبير يكون في إجازة طويلة، يعني تكون إجازة في توقيت إجازة الصيف، هني في 3 أيام. ممكن يكون إجازة كريسمس، إجازة صيف، إجازة السنة الميلادية الجديدة، هذا هو أغلب الاحتمالات. على الأغلب في بداية السنة، نكون تونا انتهينا من احتفالات نهاية السنة، هني فعندنا طاقة أول 3 شهور من السنة. زين، شهر فبراير، أول شهر جانيوري، يناير، فبراير، مارس. أوكي، أغلب احتمالات راح تكون في أول أشهر السنة الميلادية. كلهم كأن أنتوا توكم مشطبين، راح تنتهون من إجازة معينة وتبتدئون في دوامات أو عمل أو وظيفة أو دوام، سواء دوام كان مدرسي أو دوام عمل. أوكي، خلنا نشوف الحين مكان اللقاء. مكان اللقاء عندكم هني، قاعد أشوف المكان اللي راح تلتقون فيه برج الأسد هو مكان فيه ضوضاء، فيه ازدحام. أوكي، فيه أشخاص يأتون ويذهبون، زين، وفيها أيضا توزيع أرقام أو توزيع مقتنيات. يعني ممكن يكون في أحد المحلات أو في أحد المجمعات التجارية اللي أنت تحاول أن تحصل فيها على دور في الطابور، اللي أنت واقف في دور في الطابور، يكون في كذا شخص يمكن يتخطونك في الدور، وهو راح يكون مو هذا الشخص، وإنما راح يكون في هذاك المكان، المكان اللي فيه نوع من التخبط، زحمة، عدة أشخاص ينتظرون مثلا شخص معين، ينتظرون دكتور، ينتظرون موظف، ينتظرون المحاسب عشان يحاسبون، يدفعون قيمة بضاعة ويذهبون. كل هاي الاحتمالات موجودة، ولكن قاعدة أشوف هني إن مكان الالتقاء راح يكونون أثنيكم تنتظرون شيء أو شخص. إنزين، خلينا نشوف مواصفاته الشكلية. هذا شخص يميل إلى أن يكون مو كثيرا ولكن نوعا ما مفتول العضلات، يحب أن يمارس رفع الأثقال. إنزين، طوله متوسط ولكن في عرض في جسمه بسبب هاي الرياضة. عيونه تميل إلى أنها تكون بنية أو عسلية. أوكي، أنيق المظهر، ولكن يحب اللبس الكاجوال. لبس الكاجوال يعني تي شيرت مع جينز. إنزين، يحب أن يكون ألوانه الأحمر والأزرق والأخضر، هاي الألوان أساسية يحب أن يلبسها ويكررها دائما في ملابسه. إنزين، هذا الشخص احتمال كبير أنه لا يدخن أبدا، أو أنه يدخن كثيرا، يعني يا أبيض يا أسود مع هذا الشخص. إما راح يكون أبدا ما يحب الدخان وما يطيقه،
وما يتحمل أو أنه جدا يدخن وبكثرة، يعني دائما يده فيها سيجارة. شنو بعد؟ يهتم بلحيته، يهتم بترتيب لحيته. لحيته مو ثقيلة، خفيفة، ولكن يهتم بتحديدها برسمها. هذه مواصفاته الشكلية. يقف منتصب، يعني ما يثني ظهره، ما يوقف وكتفه نازل، لا دائما كذي وقفته فيها صلابة، وقفته نوعا ما ايضا رياضية مثل الهواية اللي يحب انه يمارسها. من هواياته الاشياء اللي فيها ترفيه والسينما وافلام، ومن هواياته ايضا البحر، الصيد، الحداق، السباحة، اي شيء يخص البحر والماء بيكونون من هواياته. هلا نشوف هنا ما هي اطباع هذا الشخص. هذا الشخص ما راح يصل الى حياتكم الا انه بيكون مشى مشوار طويل لوحده، اوريدي درس، تخرج، عمل، اوكي، احتمال يكون انفصل في السابق، ولكن زواجه او ارتباطه القديم لم يدوم فترة طويلة، على الاغلب ما عنده ابناء، بس ممكن، بس انا اشوف الطاقة الاغلب ما عنده ابناء. انزين، هذا شخص يكون عدى مشوار محترم في حياته، سن على الاغلب في الثلاثينات لحد ما وصل عندكم، يعني مو شخص تو طالع من البيضة، لا لا، مشى مشوار، صاحب خبرة وصاحب رؤية، عارف هو من وعارف وين يبي يروح، رأيه واضح بخصوص هاي الأمور. أحب الابتسامة، لكن لا تغرك ابتسامته، لأن منظره الأولي يمكن يكون منظره في البداية جاف أو رسمي، ولكن هو بالعادة يحب الابتسام. إنزين، كريم خصوصا على نفسه، كريم جدا مع نفسه، يعني الأموال ما يصرفها بالراحة، وخصوصا على نفسه كريم، ما يحب انه يبخل على نفسه بأي شيء خاطر فيه. اوكي، يحب السيارات وخصوصا سيارات الدفع، احسه يملك سيارة كبيرة، يعني سيارة دفع رباعي، احنا نسميها جيب، من السيارات الكبيرة. اوكي، يحب هاي النوع من السيارات، قلت لكم الألوان اللي يحبها. هذا الشخص لما يصير الالتقاء معاكم ما بيكون في علاقة، وإنما عنده صداقات مع الجنس الآخر، في صداقات هو موجود فيها، يعني مو أعزب بشكل كامل، ولا إنه حتى مرتبط، وإنما يقضي وقته في صداقات، لأن هذه هو طبيعة تفكيره نوعا ما متقدمة. اوكي، بالعادة هذا الانسان صعب جدا انه يلتزم، يأخذ وقت طويل او يفكر كثيرا قبل ما يلتزم، عشان كذي قلت لكم احتمال كبير يكون هذا الشخص برجة ترابي او هوائي، يعني مو على طول، حتى لو حبك، حتى لو ارتاح معاك، حتى لو الالتزام نفسه راح يأخذ وقت بروسس طويل معاك. إنزين، شخصية مستقلة، ما في أحد يقدر عليه في بيتهم. بعض الأشخاص شفنا في القراءات السابقة أن مثلا كلام أمهم، كلام أختهم، كلام أهلهم جدا قوي تأثير عليهم، هذا الشخص لا، الكلمة الوحيدة اللي تمشي عليه هو رأيه الشخصي، فعشان كذي أقول لك راح يمثل بالنسبة لك تحدي، خصوصا وإن إنسان صاحب خبرة. ولكن خلينا نتعمق هني في شخصيته هو كإنسان. هو مثلك يتمنى الحب، يتمنى الارتباط، ولكن صعب، لأنه بالنسبة له أول لازم تقنع عقلي إن في بيننا توافق وانسجام، بعدين ممكن أسمح لك تدخل داخل قلبي. ما في طريق بالنسبة له للحب إلا بالعقل، طاقة العقل، وهي الطاقة المتوفرة عند بالعادة عند الأشخاص اللي عندهم كوكب مهيمن في الأبراج الهوائية أو في الأبراج الترابية. عشان أرتاح معاك لازم أتكلم معاك وأحس بتوافق في آرائنا، في كلامنا، في توجهاتنا، وهذا يمكن يسبب لك، ما أدري، برج الأسد، أنت رأيك صريح وأنت رأيك قوي،
هذا الشخص يمكن يكون غير متعود عليه، ولكن هذا من أيضا أحد الأشياء اللي راح تجذب لك. خلينا نشوف الحين ماذا سيقدم لك قبل الزواج. للأمانة راح يقدم لك، أنا كتبتها حتى هني، راح يقدم لك قبل الزواج ارتفاع ضغط الدم. هذا شخص راح يتعبك قبل الزواج، أوكي؟ راح دائما يخليك تشك بنفسك وتشك فيه وتشك في مشاعره تجاهك، حار وبارد، يوم يقول لك والله أحبك، يوم بعدين هو يقول لك أحبك بس يتصرف العكس، أو ما يقول لك أحبك لأن هني في شيء تباعد عنده، أو ما يقول لك أحبك أو يتصرف إن اللي بينك وبينه صداقة فقط، ولكن مثلا تشوف تصرفات هذه تصرفات حب، تشوف اهتمام هذا اهتمام حب. ففي أول فترة قبل الزواج نفسه راح يكون هذا الشخص مصدر قلق، مصدر ارتفاع ضغطك. ولكن دائما أقول لكم الغرض من القراءات إن تكشف لك المخفي، عشان لما يأتي في دربك هذا الشخص أنت تتحكم بضغطك، أوكي؟ أنت تتحكم بانفعالاتك، ما في أحد يقدر يتحكم فيك إلا نفسك، ولا سبحانه وتعالى يعينك على نفسك طبعا. فما في طريق ثاني. برج الأسد ضروري جدا أن يكون بالك طويل مع هذا الشخص. انزين، ماذا أيضا سيقدم لك قبل الزواج؟ سيقدم لك دعوات كثيرة، أوكي، محاولة للالتقاء فيك. انزين، راح يقترح عليك أماكن كثيرة أن أنت تزورها بروحك أو مع الأصدقاء أو مع الأهل. وأيضا هني أشوف في بعد فترة، بعد ما تصير العلاقة جادة، في دعوة من قبله للالتقاء بأهله. والجميل في هاي الدعوة أنه راح الموضوع راح هو يأتي به بنفسه، يعني هو اللي راح يطلع باقتراح، شنو رأيك يا برج الأسد تلتقي بأهلي؟ إنزين، ولكن بالفعل قبل الزواج في الكثير من محاولات من قبل الالتقاء فيك. أحس برج الأسد راح يكون من مصلحتك أن تقبل بعض اللقاءات وترفض بعض اللقاءات، لأن هذا الشخص بقول لك طاقته، هذا الشخص إذا عطيته كل اللي يتمناه دفعة واحدة يفقد الاهتمام، وإذا منعت عنه كل اللي يتمناه، كل محاولات للتقرب منك، كل محاولات الالتقاء فيك مرة واحدة، أيضا سيحس بالعجز. فأنت هني معاه لازم تكون تعرفون أنتم كرامة صنبور المياه، أوكي؟ في جهة الماي فيها بارد لونه أزرق، وفي جهة الماي فيها حار ولونه أحمر. فهني نتكلم عن الاعتدال أو الخلطة. لازم كل شخص خلطته غير، كل شخص، في ناس يحبون الماي إنه يميل يكون حار، خصوصا في فصل الشتاء يكون جدا حار أو شوي حار أو دافئ. في أشخاص لا، حتى في الشتاء يحبون الماي يكون بارد. هذا التحدي أمامك مع هذا الشخص، إنه تكتشف هو مع أي، مع إيش كثر قبول وإيش كثر رفض راح تحصل منه أفضل نتيجة ممكنة، أوكي؟ وين بصير التقاطع ما بين الحار والبارد معه عشان تأتي بنتيجة معه؟ لأن اللي صاير حاليا في علاقاته، إما أن الجنس الآخر الإناث في حياته قاعدين يعطونه كل شيء يتمناه، فبسرعة يفقد الاهتمام، مثل الطفل اللي عنده لعبة بسرعة يتملل منها، أو إنه ما قاعد يحصل اللي يبيه فبسرعة قاعد ينهي العلاقة. أنت بتكون في المنتصف معتدل، وبعد فترة من التعاشرة تعرف إيش كثر لازم تتحدى، إيش كثر لازم ترفض، وإيش كثر لازم تقبل، وين لازم تكون نسبة 50-50 ولا نسبة 60-40%، 80-20%، وين تقع معاه؟ هذا الشيء اللي لازم انت تكتشفه، وراح تضطر تكتشفه بروحك. ولكن حط في بالك انه قبل ما يدخل حياتك هذا الشخص عنده في حياته صداقات، ولكن دخولك انت راح بيكون مميز، اوكي؟ كل اللي قبلك في حياته كأنما جواري او علاقات عابرة، ولكن هني حين دخلت الملكة صار شيء جد. خلنا نشوف اسرته. هذا الشخص إما هو الأكبر أو الأصغر في العائلة،
زين. اخوانه الثانيين اغلبهم مو في سن زواج او اصلا تزوجوا، فباقي هو الحين في اسرته هو سنه سن زواج، ولكن لحد الان ما ارتبط او حاليا اعزب، سبق له الارتباط حاليا اعزب. زين، اسرته ديمقراطيه نوعا ما، متفتحين العقل، ليسوا متدينين او متشددين، متوسطين جدا جدا، معتدلين، الحياه معاهم ايزي. اوكي، المراه في اسرتهم لها حريه، لها حق ان تخرج وتدخل وتعمل وتخرج مع صديقاتها، يعطون المراه ثقه في اسرتهم. اوكي، وحاليا اللي قاعد يصير في اسرته ان في الحاح من قبل امه واخواته، اهله بشكل عام، في الحاح ان لماذا لا ترتبط، في الحاح ان تتزوج، انت وصلت الى سن ضروري فيه الحين ان تتزوج عشان تقدر تاسس لنفسك حياه، لان اصلا انت نوعا ما متاخر يا الشريك. اوكي، هذا الحاح اصلا موجود، فهو كانما حاليا في مرحله تشطيب. انا شنو ابتديت هني القراءه، في شيء قاعد يتشطب، هو في مرحلة تشطيب، نعم عنده علاقات، ولكن هو في مرحلة تشطيب، في مرحلة انه باقي له بس شوي وصير جاهز، لان هي مسألة ترى توقيت. ساعات احنا نشوف نتعرف على شخص وفي بيننا انسجام واضح معاه وانجذاب، بس سبحان الله لان التوقيت تعرفنا عليه في توقيت، وهذا هو النصيب. التوقيت يتحكم بان هذا الشخص لحد الان غير مستعد، غير ناضج انه يلتزم، اما هو او اما احنا، عرفتوا؟ فهني اللي راح سبحان الله يخلي هذا الشخص هو من نصيبكم، هي مسألة التوقيت. دخولك في حياته راح يكون grand entrance، يعني دخول كبير. ايش معنى انت؟ بسبب توقيتك، لانه هو كلش باقي له شوي ويصير يرغب، ويصير عنده رغبة ملحة انه يتزوج وينجب ابناء ويعيش حياة مستقرة. ولا هو منه ومن نفسه ما يحس بالاستعجال، ولكن على وشك. اوكي، خلنا نشوف وين راح تعيشون مع بعض، خلنا نشوف عن المسكن والحياة. انا عكست هني في هاي الكارتات، هذا هو كارت المسكن والحياة. برج الاسد في بداية الارتباط، في بداية الزواج، هذا الشخص راح يطلب منك ان ننتظر عشان نشتري بيت. في البداية راح يكون توجهكم ان تسكنون في مكان اصغر من البيت، على الاغلب راح يكون شقة، واشوفها شقة منفصلة عن اهله، ممكن تكون قريبة هذه الشقة من اهلك، هذا السكن راح يكون يمكن قريب من اهلك انت او مكان عملك، ولكن بعيد عن هذا شيء جيد. قلت لك انسان مستقل يحب انه يكون بعيد عن اهله وليس في سكن اهله، ليس في بيت اهله، شقة، لان هذا الشخص كأنما قاعد يطلب منك في بداية الزواج انه هو مو مسألة اموال فلوس، وانما مسألة خل اول ننجب الابناء، بعدين بعد كم سنة نبتدي مثلا اما نشتري بيت او نبني بيت خاص فينا. على الاغلب هذا الشخص راح يرغب انه يبني بيت يشكل على راحته، يقسم على راحته، يهندس على راحته، لكن في البداية لا يريد انه يتعب او يتعنى كثيرا. فخلنا ناخذ شقة، على الاغلب هني سكنكم راح يكون اما مطل على بحر او مطل على مكان فيه الكثير من الاشجار، منطقة سكنية راقية في البداية، شقة. خلنا نشوف هني ماذا سيحب فيك برج الاسد. راح يحب فيك ان انت مو 100% في يده، مو دائما 100% تتفق معه في اشياء. قلت لك توازن ما بين الحار والبارد عندك، هذا من اهم الاشياء اللي راح يحبها فيك. راح يحب فيك عطائك وطيبة قلبك، يحسك ان انت برج الاسد بكرة راح تكون افضل ام، افضل زوجة، يبي لنفسه الافضل من بعد كل هاي الوقت والانتظار، يبي الافضل. انزين، يحب ايضا اختلاف ارائكم واطباعكم، يحب ان انت ما ترضخ له بشكل كامل، دائما يكون عندك شخصيتك الخاصة، رأيك الخاص،
حتى لو أوقات تنازلت، بس هو يعرف إن برج الأسد عنده رأي مختلف بخصوص الموضوع. إنزين، يحب أيضا خصوصا مع الوقت. هنا نتكلم عن طاقة مع الوقت. كل ما يزيد وقت زواجكم وارتباطكم راح تلاحظ إنه يصير يثق فيك أكثر وأكثر، يبتدي يبوح لك بمكنونات صدره، يبتدي يقول لك بأمور حتى خاصة فيك، أمور خاصة بأصدقائه، أمور خاصة بأسرارهم حتى. هذا الشخص راح يكون الصديق لك، مو فقط شريك، صديق يخبرك كل شيء. احتمال الخيانة عنده جدا ضعيف، لأن قلت لك راح يعاملك إن أنت صديق، إن أنت شخص يوثق فيه. نوعا ما راح يكون يمكن حتى بعد فترة أشوف كأنه ما عنده غيرة عليك، أو عنده شك إن هل أنت يا برج الأسد عندك علاقة مع غيري، عندك اهتمام بشخص غيري. هذا من الأشياء اللي راح بالعكس تخليه يخاف إنه يفقدك. راح نشوف الحين، نسحب لك كارت برج الأسد، نشوف هل هذا الشخص من منطقتك ودولتك ولا من مدينة ثانية. مسقط رأسهم هؤلاء الأشخاص احتمال كبير من منطقتكم. أوكي، هنا نتكلم عن مسقط رأسك أو مسقط رأسه، هو من نفس منطقتكم ولكن انتقلوا إلى مدينة ثانية، ما أشوفها دولة ثانية. إذا بتكون دولة بتكون دولة مجاورة قريبة لكم، وإذا مدينة بتكون أيضا مدينة قريبة لكم ولكن مثلا أكبر، أرقى، متوفرة فيها سبل الراحة أكثر. يأتون من عائلة ترى مرتاحة، فيها الكثير من أصحاب الشهادات، أصحاب الوظائف الجيدة، وحتى هو وظيفة ممتازة، وظيفته نوعا ما ذكورية، يعني بيكون مهندس، مشرف، دكتور. أوكي، عائلتهم كلها كذي، فعشان كذي ساكنين في منطقة أخرى بعيدة عنكم. دائما قاعد احس هني فيها اطلاله، اما اطلاله على شجر، اما اطلاله على بحر. اوكي، فهذا الشخص بشكل عام، مختصر للقراءه برج الاسد، هذا شخص راح انت تستفز فيه المشاعر وهو يستفز فيك، يتحدى فيك ارائك، يتحدى فيك يمكن حبك للاستقلاليه، يتحدى فيك ان انت تريد شريك ولكن تحب ان شريكك دائما يوافقك في الرأي. هذا شخص دائما ايضا هو راح يكون تحدي بالنسبة لك، وهو بيخلي هنا الطاقة اللي الاحظها بيخلي دائما علاقتكم فيها شعلة، فيها انجذاب.